ونحن نخوض ضمار هذه الحملة الانتخابية ونتقدم إلى الفوز فيها بإذن الله، نخشى من التزوير ونرى له علامات ومؤشرات، وقد تحدثنا عن ذلك أكثر من مرة، نخشى من التزوير، ومع ذلك لن نقبل التزوير، لن نقبل التزوير. هل ستقبلون بالتزوير؟ لا أبدا، لن نقبل بالتزوير. هذه الدروع البشرية بحمد الله ستقف أمام المكاتب وستقف أمام اللجنة الوطنية للانتخابات لتكون أصواتنا محفوظة بإذن الله. لا نقبل التزوير أبدا، لا نريد إلا ما تحصلنا عليه من أصواتنا، لكننا لا نتنازل عن أي مقعد وجدنا أصواته ومنح الشعب الوصول إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نقدم على هذه الانتخابات ولدينا رصيد نفتخر به ونعتز، رصيد لمنتخبينا، رصيد لمؤسستنا الحزبية، رصيد لمناضلينا، كل ذلك يبعث على الأمل أننا سننتصر في الاستحقاقات القادمة بإذن الله. نعم، رصيد من العمد، رصيد تركه من العمد، فهل رأيتم عمدا مثل عمد تواصل؟ الرسالة الأولى أريد أن أقول من خلال هذا الجمع الكريم لمن كانوا يتمنون أن يروا تواصل في حالة مرثى لها، في حالة التشتت والافتراق، ها هو تواصل اليوم يبعث إليكم برسالة مغايرة مخالفة، وهي رسالة من مجموعة رسائل سيبعث التجمع الوطني للصحافة من التواصل إلى جماهيره وإلى المدركون له الخير، وسيبعث مع ذلك إلى المنافسين الذين لا يريدون له الخير. ستأتيهم رسائل من الضفة، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من العاصمة والشرق، ستروان رسائل وستكون لدينا رصيد في قبة البرلمان، وأي مواطن لم يسمع ولم يتتبع مساءلات نواب تواصل تحت قبة البرلمان للجهاز التنفيذي، كانوا يسائلونهم بقوة، كانوا يطرحون مشاكل المواطن كل يوم، يدافعون عنه دفاعا مستميتا بكل ما أوتوا من قوة، فأين هو النائب الذي كان مثل نواب تواصل؟ له رصيد في وقوفه مع المواطن، أين الحزب الذي سيّر الرحلات إلى داخل البلاد عندما تهدمت المنازل إلى الأبطال على رؤوس أصحابها؟ أين الحزب الذي سيّر الرحلات إلى الداخل ليدخل جيوب الفقر ليقدم للناس عيشهم، ليقدم لهم ما يعالج أمراضهم؟ إنه حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والتواصل.